صباح الخير محمد، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. مع ساعات فجر اليوم تأثرت المملكة تدريجيا بمنخفض جوي من الدرجة الثالثة. لنعرف تفاصيل أكثر عن المنخفض والحالة الجوية رح ينضم لنا مدير العمليات في طقس العرب أسامة الطريفي. أسامة صباح الخير. أهلا جود، صباح الخير إليك وصباح الخير لكل اللي عم بيحضرونا، وإن شاء الله يعني يوم موفق للجميع. ان شاء الله، وان شاء الله بتكون امطار خير اليوم ان شاء الله. اسامه، بدايه بدنا نحكي عن تفاصيل المنخفض الجوي، هو من الدرجه الثالثه، بدنا نعرف تفاصيله، كميه الامطار، سرعه الرياح، وشو اكثر المناطق اللي راح تتاثر. اكيد يعني احنا نجود يوم الامس صباحا بهالوقت لما كنا في نفس النشره حكينا انه هو درجه ثانيه، لكن بعد هيك ارتفع تصنيفه لدرجه ثالثه لعدة عوامل هلا رح نشرحها بشكل أكثر. طبعا هو أول منخفض في مربعانية الشتاء، زي ما بنعرف إحنا المربعانية بلشت يوم الخميس، وفصل الشتاء فلكيا أيضا بلش يوم الخميس. هو أول منخفض خلال فترة المربعانية، وأول منخفض درجة ثالثة منذ بداية الموسم المطري الحالي. طبعا زي ما إحنا شايفين هو تم تصنيفه لأنه درجة ثالثة. إحنا في عنا معيار من 1 إلى 5، 5 بمستوى عاصفة و1 بمستوى منخفض جوي ضعيف. هو درجة ثالثة متوسط إلى عالي الفاعلية. كمية الأمطار متوقع فيه بحسب كل منطقة من 20 إلى 70 مليمتر، تعتبر نوعا ما كمية عالية في بعض المناطق. هناك نشاط في سرعة الرياح. يمكن أهم عامل في هذا المنخفض الجوي إنه مناطق التأثير هي كامل مناطق المملكة. يعني إحنا بالعادة بنعرف شمال ووسط وبشكل أقل الجنوب أو الشرق، أو مرات بتركز على الجنوب والشرق بدون الشمال والوسط، لكن يعني هذا المنخفض الجوي بيمتاز بتأثيره تقريبا الشامل لكامل مناطق المملكة والعالي لأغلب مناطق المملكة. مدة التأثير حوالي 30 ساعة، رح تبدأ يعني تدريجيا مع ساعة فجر وصباح اليوم تقريبا حتى فجر ونهار يوم الثلاثاء، والحرارة فيه منخفضة للغاية. يعني حتى الآن يمكن عم نشوف أجواء شتوية بامتياز، برد يعني في برد واضح. اليوم عم نشوف برضو الحرارة خلال المنخفض الجوي رح تكون ما بين 3 ليلا إلى 10 درجات مئوية نهارا. وبالنسبة للثلوج يعني رح نشرح إذا في فرص للثلوج الليل القادم، لكن هي عبارة عن زخات على القمم الجنوبية. بدنا نعرف أن الدرجة الثالثة هي الدرجة ما بين المتوسطة والعالية، دائما بيكون فيها كميات أمطار أكبر، درجات حرارة أقل. دائما هذا الليفل من المنخفضات الجوية وهذا المستوى من المنخفضات الجوية يستوجب إطلاق تنبيهات بسبب ترافق بعض الأحوال الجوية في بعض المناطق بظواهر جوية أشد من تترافق بالمنخفضات الجوية العادية. طيب أسامة، إحنا بداية خلينا نحكي عن درجات الحرارة هلأ، وإحنا جايين عليكم على طقس العرب، أجواء يعني نقدر نحكي شديدة البرودة. صحيح. مقارنة بكل الأيام اللي راحت، فأدى تقريبا درجات الحرارة هلأ بتسجل في مناطق المملكة؟ يعني حاليا في تدني واضح بالحرارة لأنه المنخفض الجوي هو مصحوب بكتل هوائية باردة أو باردة جدا. نشوف يعني الآن في بعض يعني مناطق المملكة الحرارة الحالية تقريبا الساعة 7 صباحا، مثلا في الشوبك 4 درجات تقريبا، الطفيلة 5.5 درجات، مثلا مناطق مرتفعة في العاصمة عمان الآن 6.5 درجات، المفرق 7 درجات، يعني معظم مجمل العاصمة عمان ما بين 6 إلى 8 درجات حاليا. بالتالي زي ما شايفين أجواء باردة في كافة مناطق المملكة. أيضا الآن نسب الرطوبة مرتفعة، يعني أغلب مناطق المملكة نسب الرطوبة فيها تشهد تشكل ضباب. أكيد يعني خلال المنخفض الحالي والساعات الحالية ندير بالنا من تدني مستويات الفقي بفعل الضباب الكثيف أحيانا، لكن حاليا عم بنشوف بالرغم أنه يعني احنا شايفين اغلب المحطات الان رصد الجو ما بتسجل تساقط امطار حتى اللحظه او يعني بهاي الاوقات، لكن درجات حراره متدنيه للغايه، في شويه نشاط بسرعه الرياح ببعض المناطق، لكن الرطوبه مرتفعه جدا، وهي الاجواء البارده راح تستمر طوال اليوم واليومين القادمين. طيب اسامه، احكي لنا تفاصيل الطقس خلال الساعات القادمه. يعني هلا واحنا جايين برد، بس وقف المطر اللي كان موجود امبارح بعد نص الليل، بدنا نعرف هلا خلال الساعات القادمه ايش عم تنتظر المملكه. هلا الامطار اللي هطلت ليله الامس هي في مقدمه هذا المنخفض الجوي، التاثير الفعلي للمنخفض الجوي لسه يعني هو ما وصل تقريبا لاجواء المملكه. زي ما احنا شايفين هو الان يعني لا زال على السواحل الفلسطينيه الفاعليه الرئيسيه في هذا المنخفض الجوي، تدريجيا راح تبلش توصل للمملكه خلال الساعات القليله القادمه ويؤثر على كامل مناطق المملكه. يعني هذه الخريطه بتمثل المناطق اللي هي الأكثر عرضة للأمطار، زي ما احنا شايفين من المناطق الشمالية للجنوبية وصولا للعقبة هناك أمطار، حتى المناطق الشرقية الأمطار الأكثر غزارة راح تكون في الساعة في المناطق الغربية من المملكة، وربما مرتفعات الكرك والطفيلة ومعان هي الأكثر عرضة لهذا المنخفض الجوي. بالتالي زي ما احنا شايفين الأمطار إن شاء الله خلال الساعات القادمة رح تشمل مناطق واسعة من المملكة. هلا أكثر المناطق غزارة رح يكون مثل عجلون، السلط، يعني احنا شايفين هاي اللي راح تشهد اكثر غزاره. هلا هو كافه المناطق، بس في مناطق راح يكون فيها غزاره امطار اكثر. يعني لو بدنا نمشي بالالوان من الاخف او من الاقل للاعلى شده، الاخضر الفاتح هي المناطق الاقل كميه امطار، الاخضر الغامق تيجي وراه مباشره،
اللون الأحمر أمطار راح تكون فيها ذات غزارة عالية، نحن شايفين بعض المناطق الشرقية وأيضا سلسلة أو المحافظات في غرب المملكة كاملة من إربد لعجلون لجرش للسلطة العاصمة لمادبة حتى المناطق الجنوبية، لكن تحديدا هناك مؤشرات على أن الأمطار في محافظات جنوب المملكة مرتفعات الكرك والطفيل ومعان قد تشهد يعني غزارة واستمرار في هطول الأمطار. راح يكون فيها تساقط زخات ثلجية ممكن مع ساعات مساء اليوم بالليل، يعني بنحكي عن ساعات مساء اليوم الاثنين والاثنين والثلاثاء القمم العالي في مرتفعات الطفيلة ومعان تشهد بعض الزخات الثلجية، لكن بنحكي عن مناطق 1600 متر يعني مناطق محدودة من المملكة فقط موجودة في جنوب المملكة، لكن إجمالا زي ما احنا شايفين نطاق الأمطار الغزيرة هو نطاق واسع، وزي ما حكينا في تركز في الحالة في مرتفعات جنوب المملكة، بالتالي لازم ننتبه من تشكل السيول. طيب أسامة، متى ذروة هذا المنخفض؟ يعني إحنا هلأ تدريجيا شتت، مبارح كانت بدايته، حاليا أجواء باردة، رح يكون في تشكل ضباب خلال الساعات القادمة، متى بتكون ذروة هذا المنخفض؟ هلأ لو بدنا ننتقل لاستشعار الأمطار كيف رح تكون، هاي الخارطة الآن صباحا زي ما إحنا شايفين يعني حتى الآن إجمالا فرص الأمطار مش كثير عالية، لو نمشي بالساعات القادمة تدريجيا مع ساعات الصباح الباكر راح تزداد فرص الأمطار، لكن زي ما احنا شايفين فترة يعني الظهر ما بعد الظهر هناك ذروة لهذا الهطول المطر، تصبح الأمطار في معظم مناطق المملكة، هاي الخارطة تقريبا مع ساعات يعني الظهر ما بعد الظهر بقليل نقدر نحكي عنها أمطار مستمرة، أمطار مستمرة رعدية غزيرة زخات برد زي ما احنا شايفين، يعني تشمل يعني هاي الخارطة الآن صباحا زي ما احنا شايفين، عشان هيك الآن عم بنشوف تقريبا ما في هطولات في الخارج، لكن تدريجيا الساعات القادمة راح تزداد فرص الأمطار، هناك اشتداد واضح بساعات الظهر وما بعد الظهر، بتصير الأمطار أكثر غزارة وأكثر استمرارا ومصحوبة بالرعد والبرق وزخات من البرد. هتكون الرياح قوية؟ في نشاط في الرياح، لكن يعني ممكن زي ما حكينا بالنشرات السابقة ما بنحكي عنها رياح يعني استثنائية أو رياح يعني غير معتادة، هناك نشاط عادي مع الرياح ممكن توصل الحبات 60 إلى 70 كيلومتر، لكن إجمالا ما بنحكي عن رياح يعني شديدة أو عاتية، ضمن الرياح النشطة يمكن تصنيفها مع عبور الجبهة الهوائية خاصة مع ساعات الظهر هناك نشاط واضح في هذه الرياح راح يكون في المملكة. طيب أسامة، متى بينتهي هذا المنخفض؟ هلا هو في تراجع على تأثيره بعد منتصف الليلة، لو بنرجع نشوف كمان مرة خرائط الهطول بنشوف يعني بعد مع ساعات المساء نوعا ما الغزارة ورقعة الأمطار بتخف وينتهي تأثيره غدا صباحا وأيضا غدا خلال ساعات الظهر، فبالتالي هو زي ما حكينا مدة 30 ساعة يبدأ اليوم فجرا حتى تقريبا صباح وظهر يوم الثلاثاء، لكن أعلى فاعلية الذروة والانتظام راح يكون خلال ساعات بعد ظهر اليوم. طب أسامة، ما بعد ساعات بكرة الظهر إن شاء الله كيف حيكون الجو؟ راح تستمر الأجواء الباردة؟ الطقس بارد راح يظل طوال الأسبوع، الطقس بارد لكن الأمطار تتراجع فرصها، تقريبا الأسبوع الحالي يعني فرص الأمطار راح تكون نوعا ما فقط الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، بعد هيك بيستقر الطقس في أغلب أيام الأسبوع الحالي لكن مع بقائه بارد بشكل لافت. طب أسامة، بدنا أهم التوصيات والتحذيرات والإرشادات للناس، لأنه هذا منخفض من الدرجة الثالثة وفي غزارة أمطار واضحة، يعني إن شاء الله على الخرائط واضح إنه كتير في غزارة أمطار، صحيح، خاصة بعد الظهر وخاصة بعد ساعات الظهر، يعني أنت عم تحكي مع ترويحة بعض الشركات بهذا الوقت، صحيح، بدنا أهم النصائح، بدنا ندير بالنا في البداية من تشكل السيول في عموم مناطق المملكة خاصة المناطق الجنوبية بسبب غزارة واستمرار هطول الأمطار، ندير بالنا أيضا من تشكل الضباب الكثيف أحيانا على الجبال وتدني مستويات الرؤية الأفقية، وأيضا ندير بالنا من الاستعمال الآمن والسليم لوسائل التدفئة مع حال البرودة الكبيرة في الأجواء. أسامة الطريفي مدير العمليات في طقس العرب، شكرا لك، رح نكون بتفاصيل أكثر إن شاء الله خلال اليوم عن الطقس وتفاصيل هذا المنخفض، وهلأ عودة لاستوديوهات رؤية. شكرا جود.